عادل عبد الرحمن ينفي هروب هشام شعبان للسعودية. حصل كلام كتير خلال الفترة اللي فاتت. هشام شعبان هو مهاجم فريق الشباب، هو بقاله فترة كبيرة في قطاع الناشئين. هشام شعبان من اللعيبة المميزة، ممكن بيصعد فريق أول وينزل قطاع الناشئين. خلال الفترة اللي فاتت ظهرت أحد الصور مع أحد وكلاء اللاعبين، مفيش مشكلة، لكن اللاعب مرتبط بعقد داخل النادي الأهلي، قالوا اللاعب هرب وراح السعودية. هنشوف دلوقتي الكلام ده مع الكابتن عادل عبد الرحمن معانا على التليفون. ازيك كابتن عادل؟ كابتن أسامة ازيك؟ صباح الفل. صباح الفل، أخبارك يا كابتن؟ والله الحمد لله يا كابتن أسامة، الله يكرمك. ما شاء الله محقق نجاحات مصر كلها بتتكلم عنها مع فريق شباب النادي الأهلي. ربنا يكرمك، وأهم حاجة إنك حتى تكمل بصعود اللاعبين للفريق الأول إن شاء الله. تمام يا كابتن عادل، وده واضح كمان في الشغل اللي احنا بنشوفه لما بيتم تصعيد لعيبه بتشارك في مباريات وديه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي. كلمنا بقى عن المشكله اللي خدت يعني كلام خلال الفتره اللي فاتت، هشام شعبان وهروبه للسعوديه. ما فيش مشكله يا كابتن، هشام شعبان ده راجل لعيب عندنا عامل عقد مع النادي. ولا انا كابتن اسامه لازم تعرف ان اي لعيب بيتمرن عندي او بيبقى معايا في الفريق ده لازم يكون اداريا مظبوط تماما. احنا ما بنحطش نفسنا لاي موقف، انت فاهمني يا كابتن اسامه؟ تمام. تعمل عقد عندنا لعيب بروميس اللي هو من الناس اللي بنفكر فيهم كويس. تمام. لعيب ادى بصوره كويسه. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان اللعيب ده تصبح سوء حظ انه قبل ما يسافر يعمل عمره عمل عمليه فات إربي. يعني ازاي واحد هيروح يهرب وهو عامل عمليه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين هو عامل عقد معانا. رقم ثلاثه انه ما فيش حد يسيب النادي الاهلي ويهرب خالص. تمام. يعني بكلمك بمنتهى الامانه يعني. تمام. لانه الحمد لله اللعيبه نفسها شايفه ان احنا مهتمين بيها بصوره قويه جدا، النادي مهتم باللاعبين بصوره قويه جدا. ممكن يكون في تاخير في التصعيد، ولكن هكذا النادي الاهلي يا كابتن اسامه. لازم نعرف احنا مش زي اي انديه او زي اي نادي في مصر، احنا نادي بطولات. لا، وعندنا ونادي كمان عندنا طول عمرنا قطاع ناشئين قوي. خلي بالك كل اللي بيتقال، انا من وجهه نظري اشتغلت في القطاع قبل كده قبل ما اسافر السعوديه واشتغل، ان احنا افضل قطاع ناشئين في مصر واحنا اللي بنطلع اكثر. ولكن هي المشكله في الناس بتقول ان انتوا ما بتطلعوش علشان احنا عندنا لعيبه كبار في الفريق الاول. ما ينفعش كل سنه نغير الفريق الاول يا كابتن اسامه. مظبوط. وبعدين عندنا لعيبه كتير قوي. يعني انا بقعد اتفرج في الدوري المصري الاقي فرقتين بيلعبوا بعض، الاقي ان الواحد مرن منهم يجي 14 لعيبه او 15 لعيبه. كلهم من خريجي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي طبعا. دي حقيقه يا كابتن اسامه، ولكن انت ما باليد حيله. احنا مش كل سنه بنغير، احنا نادي بطولات. تمام. يمكن الانديه اللي بتصعد وبتلعب لعيبه كتير الناس واخده بالها من لانها مش نادي بطوله. مظبوط. دي خلي بالك ده نقطه مهمه جدا يا كابتن عادل، وعايز اخدك برضو لنقطه مهمه جدا. يعني طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دايما مشيد بالشغل اللي بيقدمه الكابتن عادل عبد الرحمن. مؤخرا الكابتن سيد عبد الحفيظ في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد بيشيد بشغل عادل عبد الرحمن، وبقول ان شاء الله هيبقى في تنسيق كبير كمان خلال الفتره الجايه لتصعيد لاعب الشباب علشان الراجل يقدر يشوفهم ويديهم مساحه اكبر خلال الفتره الجايه. بص يا كابتن اسامه، انا قبلت ان انا اشتغل في النادي الاهلي في المكان ده، ان انا اكون داعم دايما للفريق الاول. تمام. النادي الاهلي خلي بالك خيره على كل الناس، خيره على المدربين كلهم. النادي الاهلي عملنا كلنا. ففي اوقات انت تشتغل بتفاني علشان الظروف اللي احنا فيها. تمام. احنا الهدف الاولاني اللي انا بفكر فيه في الوقت الحالي ان لازم النادي الاهلي يقوم من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. انت فاهمني؟ تمام. فهيقوم ازاي بالموقف اللي احنا فيه؟ هيقوم بلاعيبته فقط. هيقوم بولاده فقط. كانوا اولاد القدام اللي هم احنا المدربين وان احنا اللي بنشتغل في النادي، او اللاعبين الصغيرين اللي هنطلعهم عشان الارقام بقت يعني مبالغ فيها قوي. تمام. فاول حاجه كانت في دماغي اعملها
ان لازم الفتره اللي جايه دي النادي الاهلي يبقى منه اكتر من 7-8 لعيبه من الفرقه بتاعتي، الفرق اللي تحت. وخلي بالك يا كابتن اسامه، انا ما بشتغلش لوحدي، وفعلا في موجود، والناس بدات تحفظ الاسماء دلوقتي، اسماء كل لعيبه فريق الشباب. بص يا كابتن اسامه، انا ما بشتغلش لوحدي في القطاع، انا يمكن اكبر فرقه في قطاع الناشئين، ولكن هي بتبقى الفرقه اللي بتصب عندها الفرق كلها. يعني انا باخد من ال 99 وباخد من ال 2000 وباخد من ال 2001، يعني عامل فرقه امل. تمام. ممكن يكون انا يمكن انا اللي يعني بقول عليه الاسم المسمى، بتكلم على فرقتي المسمى ده. يعني حتى لما بيجي يكلمني يقول لي انت سبت الفرق اللي هي الدوريات اللي بره والفرق الكبيره ومسكت الفرقه دي، فرقه الشباب في النادي الاهلي، ما بقولش فرقه الشباب، انا بقول فرقه امل النادي الاهلي. تمام. هو او قطاع الامل للنادي الاهلي، لو يتسمى قطاع ناشئين الامل للنادي الاهلي، اللي هو القطاع اللي طول الوقت لازم ويجب ان هو يوفر للنادي الاهلي اسكان لاعبين هيوفروا لنا، ده لما هنشتري من بره كتير هيبقى هنوفر فلوس، ولما بنمرن كويس وبنشتغل كويس وبنطلع لعيبه كويسه ممكن نجيب فلوس كمان للنادي الاهلي. فهو ده اللي في دماغي، علشان كده اجتهدنا جدا، مش عادل اللي اجتهد كل القطاع. انا بتكلم من اصغر المدرب لاكبر مدرب، حتى الجهاز بتاعي الناس كلها شغاله بصوره كبيره قوي. تمام. يمكن عندي انا بشكر الكابتن كرم مرسي، هو سافر بره، بشكره ان هو ادى اداء كويس، الكابتن ياسر، لكن الكابتن ابراهيم عبد العزيز. تمام. انا بشكرهم جدا، انا بشكر كمان الاداريين اللي معايا، احمد عبد الله شغال بصوره جيده جدا برضه. فانا بكلمك على احنا محترفين، واحنا كمان يا كابتن عادل يعني بنشكرك على النتائج اللي انت مقدمها ما شاء الله، واللعيبه كمان اللي ظهرت للنور وتقدمها للفريق الاول بالنادي الاهلي. بنشكر الكابتن عادل عبد الرحمن ابن النادي الاهلي والمدير الفني لفريق الشباب، شكرا جزيلا لك كابتن عادل.